انا يمكن حضرتك بتتكلمي في حديثك ده، انا يمكن ابتسمت لان افتكرت شيء يمكن في نفس الاستوديو ده في 2014 في نفس الاستوديو، وكان الحديث وقتها عن كيفية التغلب على عزوف الشباب عن الحياة السياسية، عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات. انا فاكر كنا بنتكلم ده في 13 و14 وحاجات كده. شايف الحال ازاي دلوقتي سيادة النائب؟ لا وانا بتكلم مع اتنين نواب برلمان شباب مستقلين مش حزبيين، دي 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 جزئيه مهمه يعني. عن اي نوع من الشباب نتحدث؟ عن 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 شباب مثلا موجودين في الجامعات؟ اعتقد ان المشهد في استاد هيئه قناه السويس كان بيبوح بالعديد من النقاط، عندما كان الشباب من الجامعات، جامعات مصر كلها سواء جامعات حكومية أو جامعات أهلية أو جامعات خاصة، عندما مر الأوائل في مجموعات منتظمة حفل عظيم. دايما دايما أنا لازم أتوقف عند مسألة إن الشعب المصري بيحب الفن، حاسس كده كأننا يعني في هذه الليلة الجميلة برضو يعني كأننا أمام حفلة من حفلات السيدة أم كلثوم اللي بيجتمع أمامها كل أطياف الشعب في مؤتمر الجامعات المصرية في الإسماعيلية. كان يعني كانت الأجواء بتؤكد أن يعني أن شباب هذا الوطن هم من يحملون الراية، هم من سيستكملوا المسير، وهم القادرين على أن هم يعني يوصلوا بهذه الأمة إلى مصف الدول العظمى. شبابنا هم أغلبية المواطنين، هم الأمة الشابة اللي بنتباهى بيها أمام العالم كله. يمكن أعداد الأوائل والمتفوقين كانت بتغلب عليهم الأنسات يعني، والسيدات في مصر يعني لاقت اهتمام كبير حتى من السيد الرئيس حتى في الجلسه اللي احنا قاعدين يعني عايز اقول لك اغلبيه حتى في الجلسه يا سياده النائب، حتى في الجلسه اللي احنا قاعدين السيد الرئيس الغلبه يعني السيد الرئيس اعطى المراه المصريه اهتمام بالغ وهي تستحق، وهي الام اللي بتحافظ على الوطن واكثر الناس مشاركه. واحنا في الفتره الماضيه وبنفتح الابواب امام الانتخابات الرئاسيه كانت المراه وهي الحريصة على مستقبل هذا الوطن. طب إزاي على ذكر المرأة، إزاي الفترة اللي فاتت برضو في الشق الإنساني وبناء الإنسان وإحقاق الحقوق، إزاي كان في فئات كنا بنراها مهمشة أو ما كانتش بتاخد حقها اللي تستحقه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، إزاي بدأ تسترد حقوقها؟ انظر أكتر الفئات حضرتك شايف أنها انظر إلى أي انظر إلى أي فئة، أي فئة كانت ترى نفسها مظلومة، أي فئة. وأنا مع حضرتك يعني حط كذا خط وهتجد السيد الرئيس بيتعامل بمنتهى الرقي وبيحث كل فئات المجتمع على التواضع، على التعامل باحترام وتقدير شديد، على إعطاء أولوية لهذه الفئات سواء في طلباتها في متطلباتها في واليوم بالفعل يعني برضو جنبا إلى جنب مع مسألة تحقيق التنمية والديمقراطية والتوعية، خلينا نقول العدالة العدالة في التعامل، المنطقية في التعامل، السعي إلى ضبط المعادلة التي اختلت لسنوات طويلة، وهو ده اللي بيفسر ليه الإسراع. احنا مستعجلين على إيه؟ كلما حدث يعني حادثة جلل في العالم كله، منها كورونا ومنها الحروب ومنها الانهيارات اللي شهدتها المنطقة، أدركت أن كان في بعد نظر في مسألة الإسراع، وكأننا ولله الحمد كنا على أهبة الاستعداد عندما وقعت الواقعة، فكنا ولله الحمد قادرين، وقفنا على رجلينا. المشروع اللي يمكن يعني لدينا متخصصين في الاقتصاد، المشروع اللي تعبنا قوي وهو بيتعمل ربما أصبح من الصعب إن إحنا كنا نعمله في المستقبل. كويس. فإحنا جهزنا نفسنا، عملنا الواجب اللي علينا. صح. وجاء الوقت لكي ننظر إلى دول يعني كنا نراها بعيدة عنا. أنا شخصيا كنت في نيودلهي
وتشرفت بمقابلتك هناك. مظبوط، خلال شرف لي. افتتاح اول مؤتمر للبريكس كنت انظر الى اعلام الدول واقول يا رب يعني ما الذي ينقص مصر لتكون موجوده وسط هذه الدول اللي التي كان بينقصها التي طيب. اللي كان بينقصها الاراده السياسيه الاراده السياسيه, الإرادة السياسية.